مدينة كييف بعد ازدياد الضربات، بعد توالي الضربات خلال الساعات الأخيرة. أتوجه إلى غرب أوكرانيا، ولكن هنالك ازدحام، الازدحام كبير، السيارات متوقفة، شبه متوقفة أو متوقفة عمليا، لا يمكن أن تتحرك هذه السيارات. نحن متوقفون هنا منذ قليل لأن عملية الانتقال أو الانتقال بين مدينة وأخرى صعب. الآن الانتقال كما نشاهد بينما الطريق الآخر المتوجه إلى كييف مظلم، لا توجد عليه حركة. الآن بدأت الحركة قليلا للسيارات. هذا هو الحال إذن على الطريق بين كييف وغرب أوكرانيا، على الأغلب إلى مدينة لفيف.